بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين أجمعين ليوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا أهلا المحلقات مسلمين زي إن شاء الله. النهاردة كانت المواعيد بتاعتنا حل محافظات ثلاثة السنة اللي فاتت نص السنة. رحمة علينا مع بعض القاهرة والدقهلية، وإن شاء الله نحل الجيزة والإسكندرية والقليوبية بإذن الله. تابعوني، هتلاقوا كل جديد مفيد إن شاء الله، تصل فوق في الامتحان إن شاء الله. متحلش أي من الجيزة، مفيش مشكلة بالنسبة لك السنة خالص، بس ذاكر أول بأول قبل ما تذاكر الجديد، راجع القديم كله ما إن كان. اشترك في القناة بتاعتي، فعل الجرس، تصرف من كل جديد إن شاء الله. وانت عند وقت حالا ثانية واحدة اشتراك، بعد اشتراك جرس ثانية واحدة، اشتراك جرس بعد الكل. بعد قلنا احنا في صدقة جارية بنشر علم منتفع بين الناس، زي مستر قلنا احنا نعمل لايك للفيديو على قد ما نقدر ان شاء الله. برضه انت قاعد لايك ثانية واحدة وشير. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بإذن الله دايلوج. قلنا احنا الأول هو فاضي، تخيل إجاباتي بالعربي، محدش فاهم في دماغنا إجابات بالعربي، عرفناها نبدأ نحل. بعد كده تاني مرة إنجليزي، الشاطر اللي فوق ده نادر، الماهر دون مهم جدا، أهم في إجابة حاجة من حاجة واحد من الخمسة دول. نادر عند ماهر are planning to visit the museum. بيعملوا إيه يا ترى؟ planning بيخططوا to visit the museum، يزوروا المتحف. نادر سأل سؤال، هاي ماهر would you like to visit the museum tomorrow؟ بيقول المتحف بكرة، قالوا yes، it's a good idea، فكرة كويسة جدا. سألوا سؤال، But it opens at 9. شاب جو باي مترو، بيفتح الساعة 9. قالوا بالمترو، رد عليه ماهر إجابة معينة. بقى نادر قال له سؤال تاني، رد ماهر عليه قال له First مترو، أول مترو ترين ليفز ات 8 بي ام، الساعة 8 صباح، يبقى الساعة كام بيمشي؟ تمام. أول واحد بيفتح إمتى؟ تاني حاجة بنرد على بيفتح الساعة 9 ليل، نروح بالمترو نقول له اوكي كويس يعني. وبعدين امتى اول مترو بيمشي وبيعد المحطة؟ بعد كده how long does it take to get to the main station؟ ناخد قد ايه نوصل المحطة؟ قول له ايوه فترة زمنية. قال له oh is it the station far from the museum؟ المحطة بعيدة عن المتحف. قول له طبعا. oh is it the station far from الميوزيم بعيد. اوكي اوكي طيب نرجع تاني. قلنا نادر ان ماهر ار بلاننج تو فيزيت ذا ميوزيوم. هاي ماهر وود يو لايك تو فيزيت ذا ميوزيوم تومورو؟ قال له يس اتس جود ايديا، فكره كويسه. وسؤال ردته ات اوبنز ات 9 ام. طب طيب المهم نعمل سؤال، لما نشوف جمله الفعل بتاعها ايه؟ لو واحد بس اوبنز كده لوحده مش مركب من حاجه زائد حاجه، يبقى ده يدوي يدد فاعل ماستر. تمام، لوحده فعل لوحده ده اوبنز لوحده، مش ويل اوبن، شي از اوبننج، لا اوبنز فقط. يبقى ده دو داز ديد، يبقى الفعل بتاع الجمله اللي اشمال الفعل وبعدين المصدر بتاع الفعل. دو لو مضاف من الاس، طب داز لو مضاف على الاس مصدر ايه؟ نشيل الاس من. طب لو ماضي يبقى ديد والفعل والمصدر، مصدر الماضي هو ايه؟ الفعل مضارع غير اضافه، وين تو باجو. يبقى هنا قلنا يفتح الساعة 9، يبقى امتى بيفتح؟ أو الساعة كام بيفتح؟ امتى وين؟ الساعة كام؟ وات تايم؟ يبقى وين أو وات تايم؟ طب اومنز عليها اس، يبقى دول داز ولا ديد؟ طبعا داز عليها اس، يبقى وين تايم أو وين داز. الفعل ايه اللي على شمال فعل ات؟ يبقى وات تايم وين داز ات اوبن؟ استفهام تكمل كلودي هي الإجابة. طش في السؤال بقى، يبقى what time أو when does it open؟ سهل جدا، يبقى what time when does it open number. طب أنا تو من ذات تايم شال جو باي مترو، أقول طبعا of course a great idea، كويسة جدا. أوكي great، حاجة عظيمة great صح، great idea صح، برضه good idea صح، كده مظبوط. طب سؤال ده، the first metro train leaves at 8 a.m. نمشي الساعة 8،
يا عضوان وطاي يدي يدي تمام. طيب ليفز واحد برضه وليس برضه داز، يبقى وطاي مومنت داز. الفعل ايه؟ على شمال الفعل نفس مترتين يقول الفعل بس مترتين وات تايم او وين داز ذا فيرست مترتين ليف نشيل الاس من واستفهام كويشن مارك اوكي يبقى وات تايم او وين داز ذا فيرست مترتين ليف. هلا ايه تيم هات ايه تيم 8 صباح. طب هاو لونج داز ات تيك تو جيت تو ذا ستيشن، ناخد قد ايه عشان نوصل المحطه؟ نقول بقى اي حاجه. هنجاوب ازاي؟ ده بعد داز بعد فعل مساعد يعني بعد يعني مينو يعني ده بيت. طب في ضرب في السؤال الفعل اللي قبل فيه ايه؟ في اس عكس بقى اللي فوق، اس بعمل ضرب في ضرب في السؤال من اس فعل الفعل يبقى it takes about حوالي مثلا 30 minutes 40 minutes زي ما انت عايز، اي فتره من دي 30 دقيقه 40 دقيقه زي ما انت عايز. about 30 minutes about 40 minutes يبقى it takes about 40 minutes. طيب oh is it the station far from the museum بتاعه ده كله المحطه بعيد عن المتحف؟ طبعا yes it is yes it is it is station is إجابة تانية بعد اللي بعد الفعل يبقى yes it is okay. الإجابة التاني أول واحد قلنا what time or when does it open what time or when does it open. نمبر 2 good idea great عظيم اوكي. نمبر 3 what time does or when does the first metro train leave what time or when does the first metro train leave. نمبر 4 it takes about 40 minutes it takes about 40 minutes. نمبر 5 yes it is. نمبر مرة نقول أنا بتكت لو سمحت يبقى what time and when does it open what time and when does it open. نمبر 2 good idea idea بتكت y d e a i d e a okay good idea okay great great g r e a t g r e a t good idea great okay. Number 3 when or what time برضه does the first metro train leave when what time does the first metro train leave. Number 4 takes about 40 minutes only 40 minutes are in the air it takes about 40 minutes. What about the خامس؟ باقي بس عشان فيها حروف يعني. Number 5 yes it is yes it is سهل جدا يا ولد طيب بس النظريات كلها فاهم مارس ان شاء الله بس انا بقول لك كده فاضي الله فاضي تخيل الاجابه بالعربي تكون في الغلط ويرجع حلو تاني. بعد كده نيجي ايه للكومبرهنشن هتكمل التكست ده بالكلمات اللي فوق ده نعمل الكلمات دي الكلمة اسمها مانجر مدير مانجر مدير عارفين طبعا ميتينجز اجتماعات فور لمدة تريستينج مثير أو ممتع سينس منذ كومباني شركة كمان مرة مانجر مدير ميتينجز اجتماعات فور لمدة تريستينج مثير أو ممتع سينس منذ كومباني شركة. My uncle Ahmed is a business person. رجل أعمال. He got a job with a bank in Cairo. He got a job. أصلا وظيفة. مع a big A. طبعا. اشتغل فين؟ في فوق دول. في العمر دول. يلا أولاد. اشتغل في شركة. مش كده؟ يبقى في إيه؟ a big company. اللي هي دي. تمام؟ نمبر 1. He got a job with a big company in Cairo. He's worked there 3 years now. His work. ده بص في اس. طب سايز ولا هاز؟ بص على منها. منها بص بصبل ده هاز. منها. أي حاجة تانية غير بص بصبل يبقى هاز. صفتات يعني بص بصبل صفتات. ورك ده صفتات. يبقى دي هاز. يبقى هاز ورك.
وده بريزنت بيرفكت. المرة الثانية 3 years now exact period of time، فترة محددة منها ايه؟ ايوه منها 4، مش كده؟ لمدة، مظبوط؟ يبقى 4 نمبر 2 4 يا أولاد. أولاد تبقى فوق. طيب لو فور 3 years now I think has got a very important job، أعتقد إن هو حصل على وظيفة مهمة جدا. برضه بص في اسم تاني جنبها got، بص بص بالصف التالت يبقى دي has. I think he has got a very important job. He's the of a team، شغال في شركة طبعا أكيد مدير، مش كده؟ He's إيه؟ the manager of a team، مدير مجموعة. He's the manager of a team of people and they have meetings، من اجتماعات every day، كل يوم. Sometimes أحيانا has to meet people from companies، يقابل الناس من شركات أخرى in other countries، دول تانية. He has traveled to lots of places، أماكن. نعم محتاجة صفة، يبقى نص بإيه؟ طبعا من عارف. يلا شباب سهلة جدا، نص هو أيوة interesting places، أماكن كثيرة ممتعة شيقة. interesting يا أولاد، بدي interesting number 4. ولا كمان مرة قول number 1 company، لا كلمة الأحمر فوق company شركة. نمبر 2 4 3 years now. نمبر 3 مانجر، أو كلمة في الأحمر مانجر مدير. نمبر 4 قلنا interesting، تعلم عليها دي، يبقى company وبعدين 4 وبعدين مانجر وبعدين interesting. القطعة ونحن نراها ترجم، ماشي ترجم جملة جملة، راح ترجم يعني جملة جملة على بعضها، ترجمش كلمة كلمة. اوكي tourists have come to Egypt for hundreds of years to see the wonders of the ancient world such as the pyramids, temples and other monuments. بس يا بيجو بقالوا مئات السنين لمصر عشان يشوفوا عجائب العالم القديم، مثل الأهرامات، المعابد، والآثار الأخرى. It is a wonderful experience for them، تجربة رائعة بالنسبة لهم. Tourists have also come to experience the wonderful natural world، يجربوا العالم الطبيعي الرائع، such as مثل the desert and the sea، صحراء وبحر. There are a lot of activities to do by the desert sea، هناك العديد من الأنشطة يمارسوها جنب البحر الأحمر. Some people love relaxing، الاسترخاء، يحبوا الاسترخاء on the beach، على البلاج. While others like doing tourist something more exciting، يحبوا يعملوا حاجة أكثر إثارة، like snorkeling the lobes. Snorkeling ده has been popular، محبوب شعبي for many years and people have come to Egypt to swim in the Red Sea for a long time. ذهب has been a popular destination، وجهة محبوبة since 1960. This is because the water in Dahab is among the best of the world for snorkeling. لأحسن مياه العالم غوص. There are beautiful coral reefs، فيها شعاب مرجانية جميلة. And there are some amazing sea animals، فيها حيوانات بحرية برضو رائعة مدهشة، such as زي the dugong and the lionfish، سمك الأسد. We have to encourage and welcome، نشجع ونرحب بالسياح تونس ويست ايجيبت in the future. يجي الأسئلة بعد كده. طب تشوز نمبر 1 space the activities that people can do، well let's see، الأنشطة
الناس يقدروا يعملوها جنب البحر الأحمر. ها يا ترى the pyramids, temples and other monuments, ولا wonderful natural world, ولا relaxing on the beach at North Hilling, the Red Sea and Dahab. يلا نحليه القطع كده ان واحده فيهم انشطه. نمبر سي استرخاء البلاج على البحر والغوص. غوص اوكي يبقى ده ريلاكسينج اند سنوركلينج استرخاء وعمل غوص. نمبر سي تو ذهب has become a popular destination. ذات وجهه محبوبه popular destination since منذ سنة كام يا ولاد؟ يلا من عارف طبعا سنة 60 من تلت واحد اللي كنت فاضها 1960. نمبر بي مظبوط. مظبوط مظبوط طبعا مظبوط. يبقى نمبر بي ده 1960. يبقى ده has become a popular destination since 1960. نمبر 3 the main idea of the passage is الفكرة الرئيسية في القطعة هي. يلا شباب. When do tourists visit Egypt? ولا foreign leaves شعاب مرجانية؟ ولا sea animals حيوانات بحرية؟ ولا why do tourists come to Egypt؟ ليبيا ومصر. يلا شباب. طبعا ليبيا ومصر مش كده؟ نمبر لا نمبر ايه؟ نمبر دي مش كده؟ why do tourists come to Egypt؟ للسياح بيجوا مصر. تمام كده؟ ده سهل. What are the examples of natural world in the text؟ أمثلة إيه العالم الطبيعي في القطعة في النص يعني. أوكي؟ شوف كده يا جماعة القطعة نقرا شوف. شوف مع بعض. يلا. نشر الرول ده رابع سطر wonderful natural world such as مثل ايه the desert and the red sea الصحراء والايه البحر الاحمر ودي examples الامثله بتاعت الهلال الطبيعي the desert and the red sea يا ولاد تعال سؤال ايه الرابع Okay, that's it. Let's see. Number five. معايا؟ Summarize the first paragraph of the text in two lines. لخص أول paragraph في القطعة وفي النص في سطرين. يبقى لي فيه وصلت كده أول paragraph. Tourists مثلا come to Egypt to enjoy or to see the wonders of the world such as the pyramids and temples or to see natural world and monuments الطبيعي والأثار منذ السطر المطار. Number six معايا؟ Do you think that more tourists will visit Egypt in the future. عزوم مصر في المستقبل من عزيم السياح. Yes, yes, I think so. أعتقد سيد. Yes, I think so. بعد كده نخش على choose. يا ولاد choose. طيب هو الصح. The prefix gives the opposite of the word form. Prefix هنا بالإضافة والكلمة. يدي opposite عكس كلمة formal. يا ترى I am ولا I N ولا on ولا X formal رسمي عكسها هو بتاع ايه؟ طبعا عشان نحافظ الكلمات. يلا شباب عكسها ايوه عارفين informal number B okay. يبقى formal opposite informal ال I N number 2 the opposite of asleep عكس asleep asleep يعني ايه؟ النايم بس أصلا بستركز يا ترى عكسها ووك ولا انجري ولا اويك ولا ويك
ووك يمشي يسير. طيب أنجري غضبان، أويك مستيقظ، ويك طيب يعني أسبوع آسف. أوكي يبقى حلها نمبر سي كده، نمبر سي اللي هي نمبر أويك، يبقى أويك is the opposite of asleep. نمبر 3 calm and quiet means معناهم هادئ، especially إيه especially ولا careful ولا useful ولا peaceful. يلا شباب، طبعا especially خصوصا، careful حريص، useful مفيد، يبقى هنزيد هذه تبقى ايه نمبر دي peaceful. يا اولاد بنحلها نمبر دي peaceful، يبقى peaceful دي calm and quiet means peaceful هذه. نمبر 4 A a person is good at thinking of new ideas and will always to do something، فكر في أفكار جديدة كده أو طرق لعمل شيء معين. يا ترى ده creative ولا volunteer ولا musician ولا player؟ player لاعب، musician عازف موسيقي، volunteer متطوع، نص سي نص creative. هي دي خلاه مبدع، شخص مبدع يعني creative person بيعمل ايه is good ماهر في at thinking of new ideas، يعمل أفكار جديدة of ways to do something، وبيبقى أساليب يعمل بيها شغل ما. Number 5 the suffix في آخر الكلمة ده نضيف في آخر الكلمة suffix is added to the verb، يضاف للفعل okay achieve فخر أو ينجز to make the noun، خليه اسم خليه إنجاز. يا ترى is I win ولا meant ولا I win ولا N E S S؟ طبعا ها achieve نوع من هاي من حافظ من فاكر achieve نوع من هاي، أيوة achievement number B. يبقى the suffix meant is added to the verb achieve to make the noun. Number 6 A or N is an electronic message. It's an electronic message. Get up. Order. Wala. Complaint. Wala letter. Wala email. طبعا واضحة جدا. Email طبعا. هي اختصار الكترونيك. Message اختارها ميل. الكترونيك. يبقى A أو N email is an electronic message. كده نبدأ على الجرامر أعتقد. صح كلام من اللغات. Number one. I lived here since I was a child. Since. عارفين قاعدتها. طبعا. هي منها past simple. الثاني present perfect. يعني have has past participle. طب since I was past simple موجود. نص present perfect مضارع تام، have has تصريف تام، عندك lived تصريف تام، نص وي have أو has، I have ولا has، طبعا I تبقى تام، يبقى I have lived here since I was a child. يعني ولاد since منها past simple ماضي بسيط، التاني present perfect، have has past participle. تمام عندنا was past simple نص present perfect، have has past participle، lived past participle. Nothing have I, or have a less, have. If I have lived here since I was a child. Number two, neither of my sister and I like playing tennis. طبعا neither معي مع نور مش and. My sister and I. طب اللي معي and هنا. اللي معي and مهم neither. Both. B-O-T-H. B-O-T-H طبعا. B-O-T-H both. My sister and I. أنا وأختي like playing tennis، نحب نلعب tennis both B-O-T-H. Number three I design bridges، بصمم كباري. تمام last year we build a very long bridge in Cairo، بنينا كوبري طويل جدا في القاهرة. Last year
فالزمن ايه؟ was simple. yesterday last I go in the past in تاريخ ماضي in 2005 from 2 تاريخ ماضي from 2005 to 2007 2005 2007 in the past simple past finished action حدث في الماضي وانتهى هذا ده تعمل last here وخلص بس past simple build ما دي هي مفاجئ build ما دي هي حط تي بدل تي بدل دي ما بيلت بدل دي حط تي بيلت يبقى last year we built a very long bridge in Cairo. Number four, you have to take your coat. جاك بتاعك أو جاك بتاعك it's sunny outdoors. الدنيا شمس بره مش مسا يوم مش مس في الخارج sunny. يبقى تاخده ما تاخدوش مش ضروري جاكت بس في الشمس مش ضروري بس not necessary أو unnecessary. طيب أيوه you don't have to then don't miss d o n apostrophe t d o n apostrophe t well don't have to take your coat lay it sunny outside outdoors you don't have to take your coat it's sunny outdoors number five this chair is comfort I like to sit on it comfort and راح هذه مريح بحب اقعد عليه مريح يعني نعم فاكر comfortable comfort دي حط لها اي بي بوك اللي بخفيفة يعني كمفورتبل اي بي اللي نضيف عليها في الاخر كمفورتبل كمفورت عليها اي بي اللي كمفورتبل بعد كده عندنا بعرف وننشأ نكتب يلا شورت ستوري قصة قصيرة عن الويكند فترة أسبوع تمام يبقى all I think all people كل الناس have weekend عندها weekend I enjoy my weekend very much أستمتع بيه جدا طول ما بروح النادي ألعب رياضة أحب ألعب كورة أسبح في البسين كده إلى آخره وقت بكون بسيطة صغيرة تبقى بيها تسيب الماتش إن شاء الله. هنا الامتحان الثاني اسكندرية أعتقد اسكندرية قلنا صدر مهم جدا نهى is in the library في المكتبة she has a CD and wants to listen to it معها CD تسمع ايه ميوزك موسيقى نهى good morning Mrs. Ola good morning نهى سؤال إجابته I need a computer محتاج كمبيوتر please لو سمحت يبقى ساعدك ازاي؟ او اي خدمة اقدر اساعدك ازاي؟ لكن why do you need computer اللي محتاجاه؟ اسمها سي دي sorry our computer is not working انا مش بشتغل نصيحة النصيحة لو سألت سؤال قلت لها هي بتاعت the computer lab is next to the library مع الكمبيوتر جنب المكتبة جوه المكتبة النصيحة بتاعتها ايه؟ تقدر تروحي معمل الكمبيوتر تمام كده قلت لها سؤال قلت لها جنب المكتبة فين معمل الكمبيوتر ثانك يو مس ولا طب لا ثانك يو ولا شكرا عفوا طيب يبقى ما is in the library she has a CD and wants to listen to music good morning مس ولا good morning ولا ها Can I help you? بسيطة جدا. Can I help you? أساعدك إزاي؟ أي خدمة. Can I help you? لا, I need a computer, please. محتاج كمبيوتر. What do you need? A computer اللي محتاجها. To, who I, we, to listen to music on this CD. Or because I have a CD and want to listen to music. Because I have, that has I, that should I, بدل هاز تو بي هاف يو اي هاف ا سي دي اند وانت مش وانت لان اي بقى خلاص تو ليسن تو ات او تو ميوزك يبقى بيكوز اي هاف ا سي دي اند وانت تو ليسن تو ميوزك سهل جدا الاجابه كلها في السطر اللي فوق بيكوز اي هاف ا سي دي اند وانت تو ليسن تو ميوزك طب سوري اور كمبيوتر از نوت وركينج لا يعمل يو كان جو تو ذا كمبيوتر لاب تقدر تروحي واعمل كمبيوتر يو كان جو تو ذا كمبيوتر لاب
You can go to the computer lab. طيب سؤال في جنب المكتبة فين؟ فوير أين؟ الكمبيوتر ده بيه فعل فيها إيز يبقى في المسابقة يبقى وير إيز ده كمبيوتر لاب. هو الشمار ليه؟ لو في الدرايفر ده رجال نيكست تو جوار درايفر المكتب يبقى وير إيز ده كمبيوتر لاب. ثانك يو مسز ولا هتلاقي نقطة طول العفو سهل جدا. يبقى نمبر 1 Can I help you? Can I help you? Number 2 I have a CD and want to listen to music. اللي فوق خالص I have a CD and want to listen to music. Time number 3 You can go to the computer lab. You can go to the computer lab. Number 4 Where is the computer lab? Where is the computer lab? نمبر 1 يبقى نقطة طول. لو العربية موقفة على ربع ساعة. أنت عاوز تكتبه. قال ثانك يو. اللي خسر أول مرة كان I help you number 1 كان I help you number 2 because I have a CD and want to listen to music. مكتوبة فوق. Number 3 you can go to the computer lab. Number 4 where is the computer lab? Where is the computer lab? 5 نقطة طول. طيب كده النقطة هنكملها تكست. الأر فولت كونتريز ماني إزم فولت بلد طبعا كونتريز دول بلاد والنقود إزم. طيب توريزم is very important for Egypt. سياحة مهمة جدا لمصر. تمام. طيب بعدين tourists spend a lot of money on there in Egypt. A lot of there a lot of their money. معلش يبقى واحدة money يا أولاد. number one money ده هي دي يا أولاد. يبقى tourists spend بيصرفوا a lot of their money in Egypt. They come from different human مختلفة different ايه دول بلاد صح different ايه ايوه countries مظبوط كده come from different countries اهي. To enjoy its mild weather, طقس معتدل, and have a look at its wonderful monuments. نتفرج على الآثار الرائعة. They received with a smile. استقبلوا ابتسامة. بدي يستقبلوا يعني بسم. بريزنت بسم. أم يزعل واصل بسمل. عندي ريسيف. ناصر أم يزعل. طب زي بقى. تمام. they are received يقابلوا ايه ابتسامة. يا ولاد they are received with a smile from everyone. Many Egyptians speak English and it's easy for communicate with tourists. تواصل مع السياح for mean سهل بالنسبة لهم هم يبقى for them. ده آخر واحدة في آخر كلمة عندك في مربع فوق في مستطيل فوق يبقى for them. ده يعني يا ولاد
مرة ثانية نمبر 1 ماني، نمبر 2 كونتريز، طب نمبر 3 ار، نمبر 4 ذم. كمان مرة قلنا أول واحدة ماني نمبر 1، نمبر 2 كونتريز، نمبر 3 ار، نمبر 4 ذم. هنا عندنا الخطأ بنعملها ازاي؟ خلاص قلنا الرات الجملة على بعضها، نتكلم عن ايه؟ نقرا الاسئله، نقرا المطلوب فيها، تمام كده؟ طيب هتشوف على طول نمبر 1 اي is something that you use in the kitchen to boil water، تستخدمها في المطبخ عشان ايه؟ بويل، تغلي الميه. يا ترى لابتوب، كتل، تلفزيون، هيدفون؟ يا ترى لابتوب ولا كتل ولا تلفزيون ولا هيدفون؟ طبعا غلاية، فين غلاية؟ نمبر بي، يبقى كتل is something that you use in the kitchen to boil water. نمبر 2 synonym of modern، وانت في المودرن مضيف بيسوي المعنى يعني is old ancient famous new، مودرن يعني حديث، الاسم بتاع ايه مضيف ايه؟ طبعا new جديد، تمام. نمبر دي صح، مش مشهور ولا ancient قديم ولا old ولا القديم، يبقى the synonym of modern is new. نمبر 3 to give the opposite of comfortable، عكس comfortable، we add the prefix مطلع في أولها I am U N I R C O، comfortable عكسها إيه؟ طب فاكر عكسها uncomfortable يا ولاد، يبقى نمبر B to give the opposite of comfortable و add the prefix un. Number 4. When we arrived at my grandparents' house, they came outside to us. When we لما وصلنا بيت جدودنا، خرجوا علشان يطلع جريت جريت ها جريت جريت جس ريتش ريتش يا صديقي، جس يخمن، جريت عظيم، نمبر جريت ده دبل اي يحيي، يبقى تو جريت اس يا ولاد. يبقى when we arrived at my grandparents' house they came outside to greet us. Number 5. The antonym of awake، عايز awake أوبس بتاعها is aware asleep conscious alive، alive على قيد الحياة، conscious فايق واعي، aware يعي ما حول، ناسي asleep نام، awake مستيقظ بعكسها asleep، يبقى ده antonym of awake asleep. Number 6 the suffix gives a noun of the verb achieve، بس حاجة فوق suffix خير الظاهرة يا ترى، يا ستي شيب ولا منت ولا شم، طبعا فلاها منت اتشيف ده اسمها ايه؟ نوع من ايه؟ فاكرين فوق ناي سألنا حالا، يلا شباب أكيد فاكرين، ها يلا طبعا من أتشيف ينجز، أتشيف من تنجز، يبقى نمبر سي، يبقى the suffix ment gives a noun of the verb achieve، achievement. كده قلنا فيه عندنا correct صح كلام بالأقواس بالأمر يعني. Have you ever جيت الأقصر ever من الكيورز ده على الزمن ever never present perfect have has was possible، عندنا have you ever ناسي تصريف تاني بتاع ايه؟ بتاع بي اللي هو been verb to be، am is not present was will past been past possible have you ever been to الأقصر، ده اللي هي
have you ever been to Luxor? Number two, what of the children? Likes ice cream. What of the children are fun? Where can they see? Where are the both the children like ice cream. طيب كده both دي وبوث اند يطلبوا فيها الجمع يطلبوا زي ظهر جنبهم من الاس يبقى both the children like ice cream. لما سنيزة بوك زي دي حقا بور انت I didn't even finish the game ما خلصش لقيت حتى ما كملتوش للاخر يعني بور اوصف ايه الكتاب وزي لي وصف شيء something غير عاقل يبقى صفة ing وريلي بورينج ايش اللي يحط ing البوك وريلي بورينج and I didn't even finish it reading it بورينج you are ing the book was really boring and I didn't even finish reading it number four my mother told me I not able to walk until I was about three I was زمانها was simple الجملة كلها was simple طب able to أم منها verb to be أم is our present was well past وزمانها past عشان في I was كلها past وضع إيه I was not able to يبقى مثلا told me I was not able to walk until I was about three it was I'm not able to I was not able to Number five, we finished our science project last week, Danny. And it was simple, but finish money, hey, finished ED. Yeah, we finished our science project last week. Banner for the ancient writing, Yanni. I will let it to be something you bought online. I said, Danny, you are heavily. I like shopping online very much. I have shopping on it again. I always shop online for many things. اشتري كتير من النت. Last week مثلا I bought كذا كذا طب الانتشار. ناس هو ناس بصراحة كويس. شغال ولا حلو في الآخر. كده كده الموضوع انشا وفي إن شاء الله 7 ماركس. تالت امتحان عندنا طبعا ألوبية. أعتقد ألوبية برضه. عمر wants to buy a t-shirt. أنا اشتري تيشيرت. سيلز مان ده البياع. Hello, can I help you? ده هو سؤال البياع can I help you? هو هيقول له عايز اشتري قميص أو تيشيرت. سؤال تاني سيلز مان قال له I'd like to buy اللي هو اشتري ايه؟ واحد أسد. يبقى بالون. سيلز مان what about this one؟ إيه رأيك في ده؟ قال له حاجة where can I try it on؟ عايزه فين؟ يبقى ده good كويس أوي very good رائع wonderful. لكن you can try it on this dressing room. What اللبس دي؟ يس. سؤال it's 150 pounds 150 جنيه. يبقى how much؟ كام؟ when anything else حاجة تانية يبقى لو تشيك. يبقى بالعربي. يبقى can I help you؟ number one تبقى ايه؟ I لكن هو حط I want to buy a t-shirt. أو I'd like to buy a t-shirt. يبقى طب الفونشن هو بس جدا اسم الفعل I want to buy a t-shirt أو I'd like to buy a t-shirt عايز اشتري t-shirt I'd like to buy blue one عايز واحد لونه أزرق What color would you like أهي I would like and would you like يبقى الأولانية دي مساعد أعكسها من على شمالها I would to would I What color would I يبقى حوالي السؤال إلى يو أنت What color would you like to buy? What color would you like to buy? Maybe some brother. The door is on it. Would you like? If I would do sad. I guess I'm going to smell the eye. If I would I. I will tell you. What color would you like to buy? What about this one? You like that? Would we? Would. Great. Great. عظيم. Wonderful. رائع. Where can I try it on? Ace of in. هل بإمكانك تضع it on this dressing room الفلوس تلبس دي سؤال له it's 150 pounds يبقى بكام؟ كم ثمن يعني how much؟ وبعدين قال لك it's 70
axis is width, velocity is it. Anything else, Athena? No, no, thank you. Check. Guys. Can I help you? I want to buy a t-shirt. Oh, I'd like to buy a t-shirt. And then, what color would you like to buy? What color would you like to buy? Great. Wonderful. Very good. كويس أوي. بعد كده نمبر 4. How much is it? How much is it? No thank you. Number 5. No thank you. أنا مش شايف لها حاجة تانية. كمان مرة. I want to buy a t-shirt. I would like to buy a t-shirt. Number 2. What color would you like to buy? Number 3. One great. Wonderful. Very good. بعد كده Number 4. How much is it? How much is it? Number 5. No thank you. طيب كده هنجمل قطع كلمات اللي عندنا. شوف كده. مونيومنتس اثار كابيتال عاصمه اولد قديم او روم كانتري بلد او دوله بامس اهرامات اولد استقلال. ايجيبت از نورث افريكا اون ذا ميديترينيان سي. شمال افريقيا على البحر المتوسط. ايجيبت از ايه؟ كلمات اللي فوق دي طبعا ايه؟ كانتري بلد دوله صح كده؟ النهاية دي صح يا ولاد؟ ايجيبت از ا كونتري مظبوط ايوه اللي هي دي in North Africa on the Mediterranean Sea and it's home to one of the civilization on earth مكان أو موطن واحدة من أقدم الحضارات على الأرض. أقدم اللي هي فين؟ الأولاد أقدم الأقدم أولدست آخر كلمة مش كده؟ أولدست أهي Memphis, Memphis was the first of Egypt. أول إيه؟ أول عاصمة. إيه العاصمة؟ First. أيوة. Capital. عاصمة صح؟ يبقى capital. And the famous Register and Trade Center. مركز تجاري وديني مشهور. Egypt has a long history which goes back for beyond Latin world, the stories of the gods, or the which have made culture famous. دايبة انت مشهورة. الأثار بتاعتها. يبقى ده monuments. يا ولاد. المهم التاني. نمبر 1. A country. In North Africa. نمبر 2. Oldest. Number 3, capital. Number 4, monuments. كمان مرة. A country. Number 1. Number 2, oldest. Number 3, capital. Number 4, monuments. كمان مرة. Number 1, country. Number 2, oldest. Number 3, capital. Number 4, monuments. ونقطة بعد كده نتكلم على بعضها نقطة عليها إجمالي إيه؟ ونقرا أسئلة. نقرا بالعربي في المعنى. كم زي دي من الحل تحت خط كده نعرف هذا على إيه؟ عشان لو سؤال أكيد. نبدأ نحل الأسئلة ونطلع إجابات ونقرا المرة التانية. أو معناها المرة الأولانية تبقى دي المعنى الإجمالي بتاعها. قبل المرة التانية نعمل إيه؟
يلا أسئلة. في العربي في دماغنا نقراها تاني نطلع إيه بعد. لكن عندنا في تشوز نمبر 1 A is pieces of wood that are put together so they can float in water. قطع خشبية غطية من بعضها لكي يطفو فوق الماء. يا ترى كار ولا كايت ولا كانو ولا رافت؟ طبعا دي الكلمات يا شايف فين الكلمات؟ طبعا رافت عوامة. لما رافت is pieces of wood that are put together so they can float on water. Number two has the same meaning of word. ليها نفس معنى word. عايزين synonym نضيف فيها. طيب important ولا interesting ولا anxious ولا quite quite هادئ. important مهم عارفين، interesting ممتع، يبقى هي anxious number C معناها ورد معناها قلق. يبقى anxious has the same meaning of word. number 3 is the opposite of modern. عكس كلمة modern. traditional new fashionable unusual. unusual غير معتاد، fashionable موضة حديثة، new حديث أو جديد، traditional التقليدي هذه نمبر إيه. يبقى traditionally is the opposite of modern. عكس كلمة modern traditional التقليدي. نمبر 4 the express trains تقاطع السريعة are often fast سريعة and tiring متعبة فمجهدة، comfortable مريحة، uncomfortable غير مريحة، interested ممتع ما ممتع ما مهتم. طبعا fast and دي uncomfortable مريحة. يبقى express trains are fast and comfortable. number 5 eating fast food is غير سريع، health صحة، unhealthy غير صحي، healthy صحي، healthful مملوء بالصحة. طبعا fast food ده غير صحي على الإطلاق. وهل يا أولاد؟ طبعا نمبر بي unhealthy. eating fast food is unhealthy. okay eating fast food is unhealthy. number 6 competition is a festival to find the best team or player in a sport. competition here means competition من المنافسة. festival احتفال، مهرجان، to find حول يوجد فيه the best team أحسن فريق أو أحسن لاعب في رياضة معينة. competition معناها طبعا شو concert friendship ولا championship يا ولد؟ طبعا شو عرض. طيب كونسرت حفل موسيقي، فرنشيب صداقة، بس ايه؟ ايوه تشامبيون شيب، هي دي بطولة رياضية تشامبيون شيب يا ولد. نمبر دي يبقى كومبيتيشن از ا فيستيفال تو فايند ذا بيست تيم او بلاير ان ا سبورت. كومبيتيشن هير مينز تشامبيون شيب. جرامر معايا؟ نمبر 1 ندى فيزيتس ذا بيراميدز يت. صحيت الكلمة بتاعتي ايه؟ بريزنت بيرفكت مرتين، يعني هاف هاز تصريفتين. نهى او ندى يعني شيء، يبقى هاف ولا هاز؟ يبقى هاز. فيزيت بس بص بتاعي فيزيتد، تمام بس فيزيتد. بس يت فين؟ النيجاتيف والكويستشنز، نفي السؤال
انفي هاز فيزيت دام فيها ده هازم فيزيت ده فهمت سيد. يبقى الاول يت يبقى بريزنت بيرفكت، من في او سؤال يبقى عامل توازن، ده يعني شيء توازن فيزيتد ده فهمت سيد. نمبر 2 as I watch TV the lights went out، النور قطع، التلفزيون النور قطع، as while just as يبينهم باست كونتينوس يعني was where فعل ان جي then as while just as بينما يبينهم لو في فعل يبينهم باست كونتينوس ماضي مستمر was where فعل ان جي. طب I was watching as I was watching TV the light went out was watching. Number 3 1 million new jobs is an amazed achievement إنجاز رائع أو مذهل. jobs وظائف أوصفها، أوصف jobs الوظائف مش كده؟ أوصف إنجاز مش وظائف إنجاز. عاقل ولا غير عاقل؟ طبعا غير عاقل. الصوت بتاعته إيه؟ عن جي مش اللي يدي عاطل من إيه؟ عن جي. يبقى new jobs is an amazing achievement. خلاص يا ولاد صف ايدي توصل اشخاص عندي توصل اشياء اوصف achievement غير عاقل يبقى شنو يدي حط ان جيتو amazing achievement. Number 4 how long have Ola and Ahmed is married have بعد منها ايه واصل بس في الصف تاني is صف تالت ايه been be double e n verb to be. يبقى how long have Ola and Ahmed been married be double n how long have Ola and Ahmed been married. Why the first metro train leaving at 8:20 أو المترو بيمشي الساعة 8:30. طبعا ده تايم تيبل جدول مواعيد ثابتة ما غيرش، وده أعمله إيه؟ وزن سيمبل مظبوط. ترين يعني إيه؟ وزن سيمبل على إس يبقى ليفز يعني جي يحط من أي إس. First train leaves at 8:20. One في time table في future أعمل business simple. يا مصدر مصدر yes. تمام؟ طيب. He she it your s. I will use a يبقى من s. Train. قطار يبقى it. يبقى leaves. في الانجي يحط هنا yes. First train leaves at 8:20. الموضوع الانشاء. سهلات جدا ما ظنش جدا 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 أفرس من أدماي شخص بتحب أي أدماير أنا معجب بيه محمد صلاح فيري ماتش هو صلاح إيه زي هو وندرفول بلاير فوتبول بلاير هي إز فيموس هي هاز تالنت عنده موهبة هي سكورز جولز وهاز أهداف إيه تقوم زي ما أنا عايز اوكي شانس ماكس مهمة في مارك ده كل ان شاء الله سهل جدا باذن الله تجيبوها في المارك كلنا باذن الله. بس قلنا هنشارك في القناه اللي ما اشتركش لسه لو سمحت اشترك حالا وقعد ثاني واحد دوس اشتراك ثاني جرس الكل وطبعا هو اللي هنحصل على جاريه ونشوف هل منتفع بيه بين الناس نعمل لايك وشير للفيديو على القناه عشان ينسى ولا يكسل. يلا اشتراك جرس الكل وبعدين لايك وشير فيديو ان شاء الله نحل كمان محافظات ولا حاجه اليوم مع بعض خليكم معايا هتلاقوا كل جديد وفيد ان شاء الله تلميذ جيم في ذا بيست اوف لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.